الساحل، أخبار الساحل مع عبد المؤمن والأحمد. وفي عناوينها تتابعون: موريتانيا وإسبانيا تدرسان سبل وقف تنامي الهجرة غير النظامية. أحزاب معارضة ترفع دعوى قضائية ضد مرشحين مارسوا الترحال السياسي. الانتخابات المالية تتجه لشوط ثاني وسط حديث عن تأثير نتائجها على منطقة الساحل. أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار الساحل. قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندا مارلاسكا إن بلاده تدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتق موريتانيا وتقدر الجهود التي بذلتها لمواجهة التحديات المشتركة في المجال الأمني. جاءت تصريحات الوزير الإسباني خلال جلسة مباحثات عقدها مع نظيره الموريتاني أحمد دول عبد الله، وتأتي زيارة المسؤول الإسباني في ظل تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية القادمة من إفريقيا جنوبية الصحراء باتجاه أوروبا. الهجرة غير النظامية عنوان زيارة وزير الداخلية الإسباني لموريتانيا بعد ضبط خفر السواحل الموريتاني لعشرات المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر. المهاجرون الذين يشكلون الهجس الأوروبي الأول قادمون من دول إفريقية جنوب الصحراء، ومحطتهم الأولى إسبانيا. الداخلية الإسبانية ألقت بفرناندو كراند مارلسكا أكبر مسؤوليها إلى نواكشوط ومن بعد داكار للوقوف على حيثيات التدفق البشري غير النظامي، والذي تؤكد مدريد أنه الظاهرة الأسوأ بعد الإرهاب. مارلاسكا الذي أشاد بجهود موريتانيا الأمنية خاصة فيما يتعلق بشبكات الإرهاب وأشكال الجريمة المنظمة التي يعمل أصحابها جاهدين لتطوير أدواتهم وخططهم لبلوغ أهدافهم الإجرامية في المنطقة. زيارة وزير الداخلية لموريتانيا سبقتها بساعات فقط عمليات إنقاذ للبحرية الإسبانية أنقذت من خلالها أكثر من 200 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، كانوا على متن 21 زورقا في مضيق جبل طارق الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب. كما تم إنقاذ أكثر من 1200 مهاجر يحاولون العبور في زوارق الموت نهاية هذا الأسبوع، ما يجعل من إسبانيا التي فتحت ملاجئ جديدة للمهاجرين البوابة الأولى لهؤلاء إلى أوروبا هذا العام متخطية إيطاليا. تنتهي مساء الثلاثاء المقبل عند منتصف الليل المهلة القانونية المحددة للإحصاء الإداري للطابع الانتخابي، وقد تجاوز عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية حتى الآن 1,200,000 ناخب، مع توقعات بوصول اللائحة لحدود 1,400,000 ناخب حسب اللائحة الوطنية حسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. احنا اليوم وصلنا 1,213,000 يامس البارح، ليلة البارح وسجل 1,213,174، ما زالنا نهارين، نهار اليوم والصبح، معناها لأنه إذا قدرنا على الناس لا يسجلوا 60,000 يوميا لا يعود لنا 120,000، 120,000 تجي على هذا القدر اللي ذا هو لا ينقربوا من 1,400,000 تقريبا. هذا يجعلني نقول عن احنا كانوا توقعاتنا الهدف اللي كنا نختار نوصل له هو 1,400,000 هو السقف الفوقاني وتقديراتنا، ولكن مواسين عنا لاهين نوصل له. المستقلة للانتخابات نفت لقناة الساحل إمكانية إجراء أي تمديد في فترة الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي، بل ستكون المرحلة المقبلة مرحلة تصحيح للائحة. ما في تمديد، ما في تمديد. تمديد لماذا؟ تمديد هو الهدف أنا أصل عليه. درك هذا الرقم اللي وصل صلنا عليه تلوتوه عنه يبارك معي وصحح من شاف ذاك اللي فيه تسجيل مكرر، والله مادة سجلت ما عنده الحق تسجل، مثلا مجموعة من تصحيحات لا يعدلوا في اللائحة.
تعتزم أحزاب سياسية معارضة رفع شكوى إلى المجلس الدستوري للبت في ملف بعض المترشحين من النواب والعمد الحاليين للمقاعد الانتخابية المقبلة من أحزاب غير أحزابهم الحالية، وتعيد هذه الدعوة لدى المجلس الدستوري إلى الواجهة من جديد ملف الترحال السياسي الذي بات مثار جدل داخل الساحة السياسية الموريتانية. المجلس الدستوري الوجهة القادمة لحزب الوئام وأحزاب معارضة أخرى، والهدف رفع شكوى من دهاليز السياسة إلى أروقة القضاء. حزب الوئام الديمقراطي الذي يتزعمه بيجل الهميد يطعن في مصداقية ترشيح بعض الأحزاب السياسية لمنتخبين حاليين مغاضبين وخارجين على مساطر أحزابهم الأصلية. ما يعني ترحيل سياسي انقبض فيه قانون واضح عن حد في حزب ما يقد يتحول واحد حزب اخر، وهذا شاهدناه اليوم. خالقين نواب ما زالوا منضتهم ما فاتوا فات ومترشحين في احزاب اخرى. هذه القضيه يا لي تنحل ان شاء الله من اللي احنا اللي نطرحه على القانون. الترحال السياسي الذي عاد للواجهه من جديد تقاضى عنه المشرع الموريتاني طويلا، لكنه بت فيه بشكل قطعي. إنه من المحرمات السياسية في موريتانيا، وعقوبته الحرمان من المقعد الانتخابي وعودته للحزب الأصلي للمنتخب. الترحال السياسي القوانين التنظيمية المنظمة للجمعية الوطنية وللنواب وللمنتخبين في ممثلي الموريتانيين في الخارج يمنع القانون منعا باتا الترحال السياسي. وإذا كان الشخص انتخب وحول اتجاهه السياسي إلى حزب آخر تسقط مأموريته، وإذا ترشح من حزب غير كان في لم يترشح باسم الحزب وحول انتماءه تسقط أيضا، في شرط أن يظل الشخص في حزب السياسي. تمر الساحة السياسية الموريتانية اليوم بعشرات الأحزاب ومئات المترشحين، وتربص بعضهم لبعض هو الهاجس الأول لديهم، فاللعبة الديمقراطية لا تقبل الأخطاء، وإن تجاوزت فقد لا تحظى بفرصة ثانية. طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بتشكيل حكومة جديدة تقود الانتخابات المقبلة بعيدا عن التأثير على إرادة الناخب حسب وصفها. وقال الأمين العام لمؤسسة المعارضة إن خروقات حكومية تم تسجيلها في الفترة الأخيرة للتأثير على مسار الانتخابات. جميع الطيف السياسي المعارض والموالي قرر المشاركة في الانتخابات، وعندنا لجنة مستقلة معهود لها تسيير وقت الانتخابات. غير شفنا نعلن مع الأسف تدخل حكومة على تدخل سافر الحكومة الحالية في المشهد السياسي، وأعلن ذاك له يكون والله معدل فعلا شبهة في الانتخابات. ذيك المناسبة نختاره تعود فهم حكومة أقل تدخل في المجال العمومي، إياك ما تعود نوع من شراي ذمم والله التعهدات للمواطن، ياك كان ذاك يخسر زرقه. نختاروا فعلا حكومة تعود مواكبة العمل قدر من النزاهة وقدر من معالم الجمهورية. معناها ذات شنو بكلام آخر ثاني شاهدناهم لأنهم مع الأسف يعطوا تعهدات باسم الحكومة، إنشاء بليدات، نقاط مائية، إنشاء مدارس. هذا نوع في الحقيقة من التدليس على هموم الناخب. لأن جبروا حكومة هذا النوع ما هي مهتمة به، تعدل عملها الحكومي الطبيعي، نعرف أنها من حزب ونعرف أنها من أغلبية، وإذا كامل تقدر تعدلوا يقدر تخلي مساحة للمتنافسين السياسيين يعدلوا دورهم على أكمل وجه. سياسيا دائما أجرى حزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم تغييرات على اللائحة الوطنية لمرشحيه انسجاما مع الحصة المخصصة للنساء وضرورة وجود رجل وامرأة بتناوب في ترتيب اللائحة. واقتضى هذا التعديل حذف 6 أسماء من اللائحة الأصلية، وعلى مستوى لائحة نقشو تم احترام التناوب بين الرجال والنساء في النسخة الجديدة دون مراعاة ترتيب الأسماء. وقد طال الحذف من 11 الأسماء، وبقيت لائحة النساء كما هي دون أي تعديل دون
سوى ما كان من إضافة خليفتين أو خليفتين أسفل اللائحة. خلفين أسفل اللائحة عفوا. لوائح الترشيحات في الحزب الحاكم لاقت انتقادات من قبل بعض الناشطين في الاتحاد من أجل الجمهورية، إذا شكلت مجموعة شبابية حراكا أسمته جبهة دعم خيارات رئيس الجمهورية. حراك أتى لرص الصفوف وتنظيم هذه الشعبية الهائلة التي يحظى بها رئيس الجمهورية، والتي كانت في يوم من الأيام تتسابق لولوج الجناح السياسي لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يمثله حزب الاتحاد من الجمهورية. وقد جاءت هذه الترشيحات لتثير كثيرا من التشويش وتؤثر على شعبية الرئيس وتزرع الشك في كل بيت من خلال اعتبارها لمعياري الزبونية والمحسوبية وتصفية الحسابات كمعيار لاختيار هؤلاء المرشحين. وكانت لنا بعض المطالب، هذه المطالب تتمثل في إبعاد المتسببين في هذا التشويش وفي التأثير على شعبية الرئيس وتفريقتها، وتأتي كذلك بعض هذه المطالب من خلال اختيار أشخاص قادرين على لم الشمل وجمع هذا التشتت الذي حدث بعد هذه الترشيحات من خلال إدارتهم للحملة أشخاص أكفاء يحظون بثقة الجميع. تجري بعثة من قطاع الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي لقاءات مع عدد من المسؤولين الموريتانيين بهدف تحضير لإرسال بعثات الاتحاد الافريقي لمراقبة الانتخابات الموريتانية النيابية والبلدية والجهوية المقررة في الأول من سبتمبر القادم. وترأس البعثة كارين كاكانزي سيابا مسؤولة قطاع الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي. والتقت البعثة الافريقية اليوم كلا من وزير العدل ورئيس الجمعية الوطنية. تتجه الأنظار في اليوم الأول بعد الاقتراع في إلى النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في جمهورية مالي وتقديم التوقعات، حيث بدأت عملية فرز الأصوات في مكاتب التصويت ومركزياتها على المستوى المحلي والجهوي. وتعتزم هذه المرحلة وتعتبر هذه المرحلة حاسمة في تاريخ الجمهورية المالية ومنطقة الساحل التي تعيش على واقع محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو الخبير في الشؤون الأمنية العقيد المتقاعد البخاري والمحمد مؤمل. أهلا بك ضيفي الكريم. بداية، إلى أين تتجه الأمور الأمنية في مالي بعدما يلاحظ من توقف لعمليات التصويت في بعض المكاتب إضافة إلى بعض الأحداث الجانبية؟ أولا شكرا على الاستضافة. أشير أولا عن من حيث الأمن، الانتخابات صارت في ظروف أحسن مما كان يتوقع بكثير، هذا حسب المراقبين. ورغم ذلك الجزء الشمالي والوسط المالي اللي فيه حوالي 1,300,000 ناخب، كثير من المكاتب تقريبا 700 مكتب لم تفتح. لم تفتح، بما يعني بأن كثير من الناخبين منع من التصويت، وهذا سببه الظروف الأمنية طبعا. ورغم ذلك انتخابات سارت، والفرقاء السياسيين في مالي المترشحون خاصة عبروا عن رضاهم النسبي عن ما تم لحد الآن. إذن لكن الحكومة، حتى الحكومة المالية أعلنت أن عددا كبيرا من مكاتب التصويت في يوم الانتخاب لم يتمكن المواطنون حتى فيه من التصويت بسبب ظروف ربما تكون أمنية. هل سيؤثر هذا على النتائج؟ هو أكيد لأنه يؤثر على النتائج. أهم تأثير هو لا يعود على نسبة المشاركة. نسبة المشاركة ستكون ضعيفة، حتى المكاتب التي فتحت على العموم نسبة المشاركة فيها ضعيفة، والمكاتب التي لم تفتح أو أغلقت بسبب أمني تقريبا حوالي 700 مكتب. حوالي 700 مكتب. نعم. هل لمنطقة الساحل أي تأثر بهذه الانتخابات الآن وبنتائجها مستقبلا؟ طبعا، لأن التهديدات اللي تتعرض لها منطقة الساحل التي نحن منها تأتي أولا وقبل كل شيء من مالي، ومن بعده من ليبيا. مالي وليبيا هما بؤرتا الأمن، مشاكل الأمنية الحالية.
وكلما تحسنت الأمور الأمنية في مالي تحسنت في المنطقة، وكلما ساءت تسوء في المنطقة. ورجاؤنا بأن تكون هذه الانتخابات عامل تحسين، ولكن تساؤلات كثيرة جدا كثيرة جدا جدا حول المستقبل لحد الآن. هل جاء تنظيم الانتخابات في مالي في الظرف الأمني الخطأ؟ لا أقول بأنه خطأ، أقول بالظرف الأمني الصعب. أنا لا أقول خطأ لأن انتخابات كانت مقررة. نعم. وحسب لحد الآن المعلومات المتفرعة لحد الآن بأن جل البلد شارك فيها، أما نسبة المشاركة قد يكون فيها العنصر الأمني ولكن ليس الوحيد. نعم. هناك عدم ثقة المواطن في الانتخابات، وهي صارت اليوم ظاهرة عالمية. ظاهرة العالمية اليوم في أن الناخبين يقلون يوما بعد يوم، إلا أن الوضعية في مالي فعلا ما زالت وضعية صعبة وتؤثر على دول الجوار. نعم. هل ستحتاج مالي إلى دعم من جيرانها لتخطي هذه المرحلة الحرجة، خاصة أن لها ارتباط بأمن المنطقة ككل؟ هي مالي لحد الآن تعيش بدعم جيرانها وبدعم حلفائها، هذا واقع. يعني مالي اليوم يقول بيرفيزيون حكمان معلقال الدق، لأنه لأمنوا منهما، يأمنوا القوة الفرنسية باركان، أونوا قوة المتحدة من اسمها، ويأمنوا أيضا القوة المشتركة لمجموعة الساحل اللي صارت فاعلة في القطاع الوسط اللي يشمل مالي وبوركينا فاسو والنيجر. أما القطاع الثاني والثالث اللي احنا منه مازال متأخر شوي، ولو أن قواته وقياته صارت عاد موجودة. نعم. فعلا مالي بحاجة إلى دعم الجوار ويدعمونه، والجوار أيضا بحاجة إلى الاستقرار في مالي. نعم. ويعملون من أجل ذلك. نعم. هل يعتبر أبو بكر كيتا شريكا هاما في عملية الأمن في الساحل، أم أن من بين منافسيه من يمكن الاعتماد عليه أكثر؟ هذا رأي سياسي. مبكر كيتا شفنا تجربته، لاحظنا تجربته، هل كان فيه أحسن منه أم لا؟ هذا سؤال يصعب علي شخصيا أن أجيب عليه. انطلاقا من المعطيات طبعا، المعطيات المتوفرة بأن مبكر كيتا أظن أنه فعل بما لديه. هل المترشحون فيهم من هو أفضل منهم؟ سؤال في الحقيقة. نعم. مجموعة الساحل الأمنية، مجموعة الساحل الأمنية والتنموية، مجموعة الساحل طبعا مجموعة أمنية تنموية، لماذا يركزون أكثر على الأمن دون التنمية، خاصة أنهما مرتبطان، وهذا أيضا ما يعززه تركيز الغرب خصوصا على الجانب الأمني في الساحل على حساب الجانب التنموي خصوصا في السنوات الأخيرة؟ هو اللي في الحقيقة اللي ركز على الجانب الأمني الإعلام. الإعلام، لأن الأمن بضاعة أكثر أسهل تسويق إعلاميا. أما الأرقام، أرقام الاستثمار اللي استثمرت مجموعة الساحل الخمسة أكثريتها كبيرة في المجال التنمية، إلا أن التنمية شرطها الأول هو الأمن، والأمن ما زال مستقر، ولذلك الحديث عن الأمن. الأمن ما زال مستقر؟ لا عفوا، الأمن ما زال ناقص. نعم. والحديث عنه طبعا هو. نعم. اللي يحتل الساحة الإعلامية. عندك مثال بسيط، ما هو تقييمكم للجانبين التنموي والأمني في زيارة ماكرون الأخيرة لي؟ أنا تقييم هل غلب الجانب الفرنسي الجانب مثلا الأمنية على التنموي؟ ما ورد من التصريحات اللي سمعنا عن ماكرون وعن اجتماعه عن الجانب الأمني، فعلا هو اللي كثر الحديث عنه، لأن تعالجت التعاون العسكري وكان فيه رمزية، قضية ذات رمز كبير. نعم. وعن اجتماع الدول المشاركة لمجموعة خمسة والرئيس الفرنسي وقع في مؤسسة عسكرية في الأكاديمية العسكرية. والإعلانات اللي صدرت منه صدرت على أثر ذاك الاجتماع. إذن فعلا الجانب الأمني كان هو السائد على الأقل من ناحية الإعلامية، كان هو الواجهة اللي شاهدنا كاملة. نعم. لكن هل أولوية الشعب المالي اليوم، المواطنين الماليين، هل أولويتهم اليوم تحصيل أو تحقيق ديمقراطية أم تحقيق الأمن أم التنمية؟ ما هي أولوية الشعب المالي اليوم؟ أنا أقول عن من الصعب عن حد يعطيهم أرقام تفضيلية، أن يفضل بعضهم على بعض، أن يفضل الأمن على الديمقراطية أم على التنمية. أقول عنهم ماشي بعضهم مع بعض. الوضع المالي الأمني حالا مع الأسف وضع مثير جدا للقلق. نعم.
لأن ليس فقط الإرهاب ولا الجريمة العابرة للحدود المنظمة، هناك الصراعات الداخلية الطائفية داخل مالي، حتى عن ما يسمى اليوم بالإرهاب أصبح عنده الطابع الطائفي. مثلا كتائب المسنة، هذه كتائب تتكلم باسم قبائل الفلان، المجموعات أخرى هناك مثلا الحركة الإسلامية العربية تتكلم باسم قبائل العربية. هناك صراع بين المنمي الفلان والمزارعين من الطوائف الأخرى، وهذا هو اللي هناك ثغرات في إصلاح البيت الداخلي المالي. إذن شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم الخبير في الشؤون الأمنية العقيد المتقاعد بخاري محمد مؤمل، كنت ضيفنا في هذه النشرة. بعد قليل يلتقيكم بعد فاصل قصير يلتقيكم الزميل سيدي محمد جغنا في الموجز الاقتصادي. السلام عليكم، أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. تأجل افتتاح المعبر الحدودي بين مدينة تندوف الجزائرية ومدينة الزويرات شمال موريتانيا إلى نهاية شهر أغسطس المقبل بعد أن كان مقررا اليوم. المعبر الحدودي الذي يعتبر نقلة نوعية في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين الجارين، والذي سيشرف على انطلاقه وزير الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر ووزير الداخلية الموريتاني، وسيمنح موريتانيا توسعا تجاريا يمكنها خاصة في مجالي الإيراد والتصدير، كما سيمنح الجزائر فرصة الاقتراب خطوة من المحيط الأطلسي عبر الطريق تندوف زويرات ثم زويرات نواكشوط وصولا إلى ميناء نواكشوط المستقل المطل على المحيط. وسيحد المعبر من ظاهرة التهريب بفعل واقع الرقابة الأمنية في محيط وداخل المعبر. تعيش محطات النقل بين المدن نشاطا كبيرا منذ أيام، وذلك مع اقتراب انتهاء الآجال القانونية للتسجيل على اللائحة الانتخابية، ويشكل ضغط الركاب على هذه المحطات وتزايد أعدادهم فرصة للناقلين لمضاعفة الرحلات والأرباح التي يجنونها من هذا النشاط التجاري. الشيخ المهدي النجاشي. رحلة إلى الداخل الموريتاني لكنها ليست كسابقاتها، فموعد اقتراب انتهاء الآجال القانونية للإحصاء الإداري للطابع الانتخابي زاد من وتيرة الرحلات حد الازدحام، حرصا على الحضور ضمن لائحة انتخابية تبدأ من جديد ومؤشرات موسم انتخابي ساخن تلوح في الأفق. ما شاء الله الناس، ما شاء الله اللي منها كامل أهله الداخل انتقلت كاملة جايسة أماكنها لا تحصي فيهم بهي الرواية أساسية بهم قضية الزرق، فهمت؟ واللي قاع أصلا ماشي في المدارس وماشي في القريف
هم اللي ماشي، وهذا فتبارك الله ما شاء الله مسيطر عليهم. هذا التدافع نحو تحقيق مزيد من المكتسبات السياسية لهؤلاء الركاب الناخبين من وإلى ولايات الداخل انعكس إيجابا على العاملين وأصحاب السيارات، وخلق أجواء عملية أتاحت الكثير من الاستفادة رغم بعض المعوقات. الناس كاملة وركات تنقل، ما معروف ذولي مثلا ناقلين أصيليين من ذولي مثلا ما هم ناقلين، الحال كامل ينقل، لكن لا اللي جبر الشيء على طريق وتوه بصيفة عام ويمشي بيفته. النشاط المتزايد الذي تعيشه نقاط النقل كإحدى وسائل الخدمات الضرورية لإنجاح وتسهيل نقل الناخبين لتسجيلهم على اللوائح شكل هو الآخر قطبا انتخابيا واقتصاديا كبيرا في لوحة المشهد السياسي المتجه نحو انتخابات حاسمة في ملامح استحقاقات 2019. شيخ الدجاشي، الساحل تي في، نواكشوط. خفضت شركة دونالد سميس أند كومباني المحدودة حصتها في كينروس جولد كوربوريشن بنسبة اقتربت من 10%، حيث باعت الشركة أكثر من 5 ملايين سهم. واستبقت دونالد سميس هذا الإجراء بجملة قراءات أقل تفاؤلا من حيث القيمة السوقية للشركة التي تبلغ قيمتها 4.51 مليار دولار. ويتوقع الخبراء أن ينعكس هذا الإجراء على كينروس التي تعمل في مجال التعدين بموريتانيا. أعلنت شركة 6x6 أفريكا التي تتخذ من بريتوريا مقرا لها عن طلب الحكومة الموريتانية لعشر مجموعات من سيارات تويوتا سداسية الدفع لاستخدامها في أغراض أمنية وأخرى تتعلق باللوجستيك. السيارات التي طلبت الحكومة من الشركة الإفريقية التي بدأت نشاطها قبل عامين فقط ذات 6 عجلات تم تطويرها في جنوب إفريقيا لتزيد حمولتها عن 4 أطنان مع سعة سحب تصل 5 أطنان ويمكنها أن تتحمل تضاريس إفريقيا الصعبة. نهاية الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء. شكرا لك سيدي محمد جغنا. منك نتحول إلى جديد أخبار الرياضة، معك عبد الله أولناهي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى الموجز الرياضي من الساحل تي في. بدأ المنتخب الوطني للناشئين معسكرا تدريبيا في تونس يدوم 10 أيام تحت إشراف المدرب سيد أحمد التجدي، وذلك في إطار استعداداته لتصفيات أمم إفريقيا القادمة. ومن المقرر أن تتخلل هذا المعسكر التدريبي بعض المباريات الودية ضد أندية محلية تونسية، ويخوض المرابطون تصفيات بطولة إفريقيا التي ستحتضنها العاصمة السنغالية دكار شهر ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات من المنطقة الإفريقية الثانية على شكل مجموعتين، يتأهل بطل كل مجموعة لنهائيات البطولة. أعلن نادي إف سي نواديبو بطل الدوري الموريتاني لكرة القدم ضم اللاعب يعقوب سيدي عثمان قادما من نادي شباب الرياض الهابط لدرجة الثانية، وذلك لمدة 2 موسمين من دون الإفصاح عن قيمة الصفقة. ويعد يعقوب من أفضل لاعبي وسط الميدان في موريتانيا، وقدم مستويات مميزة خلال الموسم المنصرم ما جعله يدخل تشكيلة المنتخب الوطني للاعبين المحليين. ويتطلع إف سي نواديبو إلى مواصلة النتائج القوية على المستوى المحلي في الموسم القادم وتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين بعد احتراف بعض نجومه في الخارج. أعلن نادي إف سي برشلونة الإسباني أن ظهيره الأيسر الفرنسي لوكاس ديني رحل عن معسكر الفريق الإعدادي بالولايات المتحدة الأمريكية عائدا إلى إسبانيا لإتمام إجراءات انضمامه لإيفرتون الإنجليزي. وأشار صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ديني سيوقع عقدا لمدة 5 مواسم مع النادي الإنجليزي في صفقة تقدر بحوالي 20 مليون يورو.
وعانى الديني طوال الموسم المنصرم من الجلوس على دكة الاحتياط. وعلى الصعيد الدولي لم ينل ثقة ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي. سيطرت حالة من القلق داخل نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ولدى مدربه الإسباني بيب غوارديولا بعد إصابته من النجم الجزائري رياض محرز. وتعرض الوافد الجديد للإصابة بالكاحل خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على بايرن ميونخ في ميامي ضمن الكأس الدولية للأبطال. وترك محرز الملعب في الدقيقة 28. يذكر أن النجم الجزائري قدم إلى نادي مانشستر سيتي من نادي ليستر سيتي قبل أسبوعين. نهاية الموجز الرياضي، تحية وإلى اللقاء. شكرا جزيلا لك عبد الله للناهي. وبموجز رياضة وصلت أخبار والساحة نهايتها، وكنتم قد تابعتم فيها. موريتانيا وإسبانيا تدرسان سبل وقف تنامي الهجرة غير النظامية. أحزاب معارضة ترفع دعوى قضائية ضد مرشحين مارسوا الترحال السياسي. الانتخابات المالية تتجه لشوط ثاني وسط حديث عن تأثير نتائجها على منطقة الساحل. كرم متابعة مشكور، إلى اللقاء.